يهدد جريان الوديان لشدة الأمطار المتساقطة مؤخرا شبكة الطرقات بميلا لانعدام الأساسات السليمة تقنيا والموضوعة باحترام مقاييس الإنشاء. هاي صبت شوية تعنو عندنا القنطة هذه دعنا عليها الخطأ اللي فات وما كانش ما كان حتى عد حتى ذاك حتى استجابة. إضافة للرمي بمسارات الوديان فإنجاز المنافذ تحت الطريق السيار نحو المصبات غالبا غير منقاة والطرق المجاورة للسيار الحسبان في اتخاذ الاحتياطات بها قليل الاهتمام. نطلب من المسؤولين يخدمون هذه القنطرة هذه ونطلب من المواطنين ثاني ما يفرغوش الفضلات اللي هنا في الواد هذا. المشكل تاع الطريق هذا هاك تشوفيه زي ما يديروا يفرغوا لهنا الفضلات هذيك اللي تكون يطيشوها هنا في الطريق كي يجي الواد كي من هكذا تعمر تقطع الطريق للناس. تشكل الصورة الحية أكثر تعبيرا من الكلمات لكن أيضا تجاهل مخاطر انزلاق الطريق والتهامه للمركبات الصورة الواجب التعبير عنها كلامياً.